سيلنا بما نريد ونجنا بما نخاف بفضلك يا لطيف في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه كفروا بآيات الله تعالى وجدك والعزيز الغفران ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا بآيات إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم مقود النار فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم الله شديد العقاب سيقولون عن شرور يا جهنم ابليس بها فئتين التغتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأيين والله يؤيد بفضله من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنام ذلك مدى غيات الدنيا الله عندها ذنبها قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها عذاب مطهرة ورضوان من الله يقولون ربنا الملائكة وأولو العلم بالذي لا إله إلا هو الحزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اغترف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم ما عندنا ما يقول بآيات الله فإن الله سريع فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمت حين سمعنا هذه الجمع اتبعنا فإنما عليك البلاغ والله مسيح بالإيمان إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالرزق من النار أولئك الذين أبدا ما لهم في الدنيا ولا آخرة وما لهم من ناصرين الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله يحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا
أياما معدودات محرم في دين ما قالوا إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وفية لنا ما كسبت وما يظلم تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتعز من تشاء وتعز المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس بالله بشيء إلا أن تتقوا منكم ويحذركم نفسه وإلى الله المصير ما في صدوركم أو تبدوه يعلم الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبين الله أبدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله أمر عباد ولا كنتم تحبون الله فاتبعوني رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها وإني عيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا وكلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها حصابا يا مريم وانا لك يا سالت ومن عند الله ان الله يدعو من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال ربي ابي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء الملائكة وقائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك يا مصدقا بكلمة من الله سيدا وحسورا ونبيا من الصالحين لا يكون لي ولد قال ربي أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقرة كذلك الله لا تكلم الناس ثلاثة أيام وانظر وزن ربك كثيرا وسبب بالعجي والإبقاء وقالت الملائكة يا مريم إن الله زفاك وطهرك وزفاك على نساء العالمين لربك والجدير الكريم وما كنت لديهم إذ يلقون أعلم مريم يغفر مريم وما كنت لديهم إذ يتزمون قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجهه في الدنيا على ولده من المقربين يكلم الناس
يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولا كذلك لا يعلق ما يجاع إلى مطاف أينما يقول لك فيكون ونعلمه الكتاب والحكمة والتوريت والإنجيل رسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرم الماء ونبت وإن أخلق إلا يعلمكم بما تكلون وما تدخرون ببيوتكم إن في ذلك الآية لكم إن كنتم مؤمنين من التوراة وللمحل لكم بعد الذي حرم عليكم جئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم أما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله وأنا ومضحرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم وأقوم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلوفيهم أجرهم ولا نحب الظالمين كان من الآيات والذكر الحكيم إنما مثل عيسى عند الله يا مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فأرادكم من المرسلين فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهي فرجا لنا سلام على الجاهلين تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضنا البابا من دون الله وإن تولوا فقولوا شهدنا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون إبراهيم الذين اتبعوا هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين وعند طائفة من أهل الكتاب لا يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون أهل الكتاب
تذكرون بآيات الله أنتم تشددون الكتاب لما تلبسون حق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون فقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار يغفر الله يغفر الله ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم لا يحاجكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله ومن الكتاب من تمن بغنار يؤدي إليك ومنهم من تمن بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه غائما ذلك بأن قالوا ليس علينا من أمين سبيل ويقولون على ذلك وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يهدر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم لهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يروون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من وما هو من عند الله ويقولون على الله كثيرا وما لهم ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله الملائكة والنبيين أربابا يملكم بكم ربات أنتم وإذا قال الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولا تنصرنه ولا ويعقوب والأصمد وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يبر من وفي الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول جزاء أن عليه فعلة الله والملائكة والناس أجمعين يا رب وفقنا ولا من عذاب إلا الذين تابوا من بعد ذلك عذاب إن الله عفو رحيم إلا الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لا تغفر فلن يقبل من أحد من ذو الأرض ذهبا ولو كذا فيه أولئك
كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ما مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من زاد عليه سبيلا ومن جبل بين الله عليه العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآياتنا يا الله شهيدا على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من أمر تعبون وجمعنا بأن يوم الله فيها ما تعمل والذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم عن إيمانكم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا تكونوا كالذين تفرقوا وتركوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب وتسود وجوههم فأما الذين اسودت وجوههم للناس تمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنين وأكثرهم الفاسقون من الله هذا وإن يقاتلوكم يولوكم أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة أموالهم ولا أولادهم من الله إليه وعذاب نار فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها أسفر أصابت حرث قوم لا نعلم أنفسهم أن نجدوا ما
لم يظلمان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بضانة من دونكم لا يألونكم حبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي تؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا غلب الله عليكم فلم يغلبوا بغيركم إن الله عليم بذات الصدور إذ تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يدركم كيدهم يا هيا بدكم حبكم بثلاثة هذا في الملائكة مازلين فلا تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة هذا في الملائكة مصومين وما الله إلا أمجد لكم أرد ما إن قلوبكم بهم النزل والضراء والكاذبين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا للذنوب ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة القوم غرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء الله لا يحب الظالمين ويمحص الله دخلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجرا ومن يرد ثواب الدنيا بدنيا
نبيا قتل معه ربيون كثيرا فما وهنوا لما قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإذا بنا بأمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين أمامتنا وعدنا بالآخرة ولا يهم مسلمين يا أيها الذين آمنوا ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة والرسول يدعوكم في أوراكم فأذابكم أمن بغم لكي لا تزنوا ولا مأفاتكم ولا ما أذابكم على قبيل بما ذكروا ثم أنزل عليكم من بعد الأمن أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد همت أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتغي الله في صدوركم وليبعث ما في قلوبكم الله من ذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عليهم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله من الله لن تلهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك بما قال زعم قيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باع بسخط من الله بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ولما أصابت
أصبتم مصيبة قد أصبتم إلا يا الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم الإيمان فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يرحموا بهم من قلبهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله فضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله على فضل العظيم انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوا ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضر الله لا يحسبن الذين كفروا وأنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليضلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء وآمنا بالله ورسله وحده منه وحده ولكم أجر عظيم ولا يسمن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخل في يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما يعملون لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا حتى يأتينا بقربان تأكلهن قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتم ما كنتم صادقين فقد كذب رسل من قبلي كذبوا بالبينات وكذبوا بالساحر المنير كل نفس ذائقة
إنما توفون أجوركم يوم القيامة فما جزي عن النار وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وأن تزروا وتدعوا فإن ذلك من الظلم وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفروا فلا يسبنهم بمفازة من العذاب يتفكرون في خلق السماوات والذين بلا ما غلط هذا باطل أدوانك فقنا ربنا إنك تلينا فقد أتيت وما ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم آمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد استجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكرنا بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم من تحت الأنهار خالدين فيها نجرى من هذه الأيام وإن من الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء تبدلوا الخبيث بالطيب ولا تقولوا ما لم نعملكم إنه كان حبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا Oh,
صدقات إن نهلتا لكم الذي جعلنا فإن أنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليكبر بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم أجدوا عليه ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما حل من أمرنا نصيب مبروضا اسم دور الغربى واليتامى والمساكين فارتقى منها وقال الأموال المعرضى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبوين كل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين أباؤكم أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية ومن يطع الله ورسوله يضلل ما تهتدي من تجلنا الوالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدودا يضل النار خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فاجهدوا وحضرون في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا واللذان يتيانها منكم فاذوهما ثم يدور من قريب فلا يدور عليهم كان العظيم حكيما وليست التوبة للذين يعملون
السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن على الذين يبيتون وكفار أولئك لا ملام يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يدين بفاحشة مبينة وعاشرون بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا فيه خيرا كثيرا وإن رأيتم دار زوج مكان زوج وآتيتهن عماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم على النار بين أبدين إلا ما غزل فإن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء داركم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم مما تراضيتم به من بيت الفريضة إن الله كان عليما حكيما والنساء من النساء إلا ما ملكتم ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة وعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي عنت منكم أن تصبروا وإن لكم الله غفور رحيم ويهديكم سنن أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تتراضوا إن الله كان بكم رحيما ذلك عدوانا وظلما فسوف نزيد نارا وكان ذلك على الله يسيرا فاجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفراكم سيئاتكم وتذلهم به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا وتر الله من نصيب ما كان بكل رجال عليه ولكل جعلنا
الرزاء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واجرهن في المضاجع واضربوهن فإن أدانكم فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها عبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويأمرون وآتاهم منهم من أعدنا لما بلد عذابا مهينا لهم رعاء الناس ولا يؤمنون بالله صلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا فإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائد أو لامستم النساء فلم تجدوا ما فتيمموا زيدا طيبا مغسلا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة يريد عذاب الزميل غلاب النوم يبتعكم وكفى بالله واليوم وكفى بالله نصيبا إن الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم بالضريح إلا أنهم لا يكفرون فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر الله وعلي ترى نظيما ألم تر إلى الذي يجدون أمدا بل الله يزكي من يشاء إنما نبتينا يفضلون على الله الذي وكفى به تطمئنا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ويضل الله لن تجد له نصيرا من الملك فإذا لا يدور الناس أم يصدون الناس
فقد هدينا بآياتنا سوف نسلم نارا كلما نضجت جلود لهم جلود لا ليغفر لنا إلا كان عزيزا كبيرا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا الأولياء ذات مطهرة ونسلم لله تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس فأعطاكم بالذين الله مما يرثكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فَتُمْ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَنِمُونَ بِلَيْلَ وأنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فسبح الله وسبح لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا وأنفسكم موقدوا من دياركم لا فعلوا إلا غليلا من أمنا وأنا فعلوا ما يفعلون بي لكان غيرا لا وجدت تفاعلا إلا دنا إلى نظيما فلا تمزغيه فمن يدع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليه يبدعن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معكم إذا وإن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معكم فوزا فوزا عظيما في سبيل الله الذين يجرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يمات في سبيل سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا في
سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب وما تنزل غير والآخرة غير لمن اتبع الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصفهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصفهم سيئة يقولوا هذه من عندك وكل من عند الله وما من الله وما أصابك من سيئة ومن نفسك وزلك للناس رسولا وكفى بالله من يطع الرسول وقد على ما تلا فما أرسلناك عليهم مبليا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيض طائفة منهم غير الذي تقول والله يتب من يبيتون بارنا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم الأمر فضل الله عليكم رمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرز المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا لا يجد بأس ما جد تنكيلا عسرة يكون له نصيب منها وما يشفع شفاعة سيئة يكون له قبل منها وكان الله ولا بأحسن منها ردوها وكان على كل شيء نصيرا الله لا إله إلا هو لأجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيها ونزعوا من الله حديثا وما لكم بالمنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا وتريدون أن تدوا من أضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا وأنتم تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله وأنت بينكم وبينهم ميثاق لو جاءوكم أصل الصدور ومن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم على عليكم السلام فما جعل الله لكم عليه ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كل ما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديا فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتم مولاكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان
كان للمؤمنين أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله فتحرير رقبة مؤمنة متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله المؤمنين غير للضرر والمجاهدون في سبيل الله بأمالهم أنفسهم فالله المجاهدين بأمالهم أنفسهم على الزاهدين درجة وكل وعد الله فضل الله المجاهدين على القاعدين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا يجد في الأرض مغراما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فليس عليكم جناح ان تصروا من الصلاة عقبتم ان يفترقوا الذين كفروا لهم الصلاة فلتهم ضائفة منهم معك وليأخذوا سيارتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي ضائفة أخي لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ بَدَرٍ وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا ولا تهنوا في ابتغاء الغام إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما Okay.
الكتاب بحضرتكم بين الناس ولا تكن الهارب واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون وهو مع إذ بني دي بلا يدى في الظهر وكان الله بما يعملون به أنتم أولئك جادلتم عنهم في الحياة الدنيا طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء